صرنا سنتين ما أخذنا حديث منك، يعني منذ أن توليت مهام رئاسة الحكومة. بس قبل ما نبدأ الحديث في استوديو بيروت الليلة، هل امتدت النيران السورية إلى طرابلس وأصبح لبنان على مشارف الانفجار؟ كيف ستواجه الحكومة والجيش الاحتقان السياسي والمذهبي؟ قبل ما نحكي عن طرابلس دولت الرئيس اللي هي مدينتك ونتائج ما يحصل في سوريا على لبنان، هناك أيضا الاغتيالات، في لائحة اغتيالات أو ما في لائحة اغتيالات؟ مجددا مساء الخير وأهلا وسهلا فيكي، وأنا كتير سعيد أن أكون على الشاشة العربية اليوم خاصة معك. الحقيقة وردنا امبارح، نحن عملت اجتماع مع وزير الداخلية والقادة الأمنيين، ووزير الداخلية وردت له أسماء فريق سياسي عطاياها أنه أعضاء هذا الفريق هن معرضين للاغتيالات. فطبعا الأمر نحن عم ناخده بكل جدية، في سلسلة من الإجراءات اللي حتتاخد اتفقنا عليها، وفي متابعة لهالموضوع بكل جدية وبكل حسن. ما فهمت دولة الرئيس كيف فضل. فريق أعطاه الليحة، يعني فريق 14 أدار قال له هيدول ال 14-15 شخصية عليهم؟ إجا شخص مندوب من تيار المستقبل على وزارة الداخلية، نعم، لقابل وزير الداخلية وعطاه أسماء بأشخاص معرضين للاغتيال. هذا اللي صار. ايه، انه في معلومات من وين؟ هن بيقولوا عندهم معلومات وبتقول هالشيء وطالبين نوع من حمايات لهالشيء. مين هن هالشخصيات؟ ليست مع وزير الداخليه الحقيقه، فيها اسماء بعتقد 14 او 10 اشخاص، 14 شخص يمكن، وامكنه المكاتب لتيار المستقبل على الاراضي اللبنانيه. فطبعا في اجراءات معينه، وانا بحب اكد هون انه هالاجراءات حتتاخذ من عندنا بكل جدية، وفي تكليف لمدير عمق الأمن الداخلي يقوم سيستم الإجراءات والاتصالات مع الأشخاص ليفهم شو هو الموضوع تماما، وهو يتابع معهم هالقضية. أنا بحب أقول هون أنه الموضوع ما بينحل بسجلات وما بينحل ومنحميهم نحن باتهامات، والبعض بيطلع مثل الببغاء أنه هيدا مسؤولية الحكومة، وإذا صار شيء لأي واحد من هدول الحكومة ورئيسها هني بتحملوا الدم. ما هالطريقة بتنحل الموضوع، الموضوع بينحل بطريقة جدية إن نقدر نحمي هالموضوع للحكومة هي بتستهدفهم، ونحن ما هدفنا إلا السلم الأهلي، ما هدفنا إلا يبقى أمن وسلام بالبلد. فبالتالي حناخد كل الإجراءات اللازمة وكل الاحتياطات والاتصالات مع الأشخاص ومواكبتهم، ويعني في سلسلة من الأمور. يعني كيف سلسلة من الأمور؟ مع إنه وزير الداخلية قال إنه ما فينا نحمي 100%، وإنه بنتمنى منه طبعا نحن حنكون حريصين نخبرهم كل شيء بصراحة، وشو في عنا وشو قادرين نقدم وكيف، وهالتقدير بده يكون من طرفين، كما هن بده ياخذوا حذرهم ببعض مواضيع إذا هن خايفين، هن عطونا الأسماء. فبالتالي من يعرف وما هو جاب الأسماء بده يكون كمان ياخذ حذره بالموضوع بتنقلاته بأي موضوع معين، ولكن نحن كمان كدولة مسؤوليتنا أن نحميهم، حنأمن لهم الحماية اللازمة. دولة رئيس، السنابات القضائية اللي صدرت من الحكومة السورية فينا نعتبرها كمان تهديد أمني لرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صار؟ ما بعتقد أنه بحطها بتهديد أمني، وبالنسبة لأن هالاستنابات ما بعرف شو قيمتها الأكيدة، لأنه في حصانة نيابية، في اتفاقية بينه وبين سوريا بالموضوع، وما بصير القصة بهالطريقة. فبعتقد هالطريقة هي طريقة نوع من حركة معينة، ما بعرف وين بدي حطها، بس ما بعتبرها تهديدات بقدر ما بعتبر أنه إجراء عمل، ولكن بالنسبة لنا كأنه شيء لم يكن. إيه بس هيدي الاستنابات كانت طالت اللواء وسام الحسن، وطالت غير وسام الحسن، ايه؟ وطالت لائحة كبيرة من الأطراف. ما بقدر حطها بهالسياق، يعني ما بقدر اجي اقول لأنه طالت وقتها وسام الحسن وقتل وسام الحسن. الله يرحم وسام، وسام كان نشاطه كتير كبير، وسام الإجراءات اللي عملها والإنجازات اللي عملها على الصعيد اللبناني، إن كانت على صعيد العملاء الإسرائيلية واكتشاف الشبكات اللي ما حدا كان عم يقدر يكتشفها، إن كانت موضوع آخر ميشيل سماحة، كل هالإنجازات عملها وسام. هذا القدر أدت إلى ما أدت إليه. صحيح، بس دولة الرئيس قلت إنه في اتفاقات قضائية بيننا وبين قانونية بيننا وبين سوريا، في استنابات قضائية وجهتها الحكومة السورية، والقاضي أبو غيدة طالب استجواب بقضية ميشيل سماحة. حسب الأصول طلبنا الاستجواب. اللواء مملوك ومساعده، لأنه هيدا هو الأصول أن نستجوب. إذا ما تجاوبوا مش رح يتجاوبوا. في اتفاقيات، حنشوف كيف الاتفاقيات، على شو بتنص الاتفاقيات، مثل بدنا نمشي أو بتطلع قرار ظني
فيهم بالظن بهما إذا ما قدرنا نسمع إفادتهم. ما نتهم نسمع الإفادة، بدنا نسمع الإفادة، بس نحن في ادعاء على الأشخاص السوريين وفي ناس مطلوبين للشهادة. امبارح الحكومة اللبنانية رفضت إعطاء ضد الاتصالات لفرع المعلومات مشان التحقيق بالاغتيالات وحماية الناس. يمكن ما بتقدروا تعطوا داتا لكل اللبنانيين، وهذا سبق وفي سابقة في لبنان بهالموضوع، أن المحكمة الدولية أو التحقيق الدولي طلب كمان داتا لكل اللبنانيين، بعدين اتفق أنه يعطوهن 1000. تمام. ليش ما بتعطوا لشريحة معينة من اللبنانيين إذا كان في شكوك؟ إذا طلبت لا في أي تردد، كنا واضحين بالموضوع، شريحة معينة في مكان معين في منطقة معينة في أرقام معينة، لو كانت مليون رقم نحن ما أول شيء عم ينعطى كل الاتصالات كلها، حركة الاتصالات كاملة كما هو مطلوب كلها كاملة. هلأ الشيء الإضافي المطلوب كان هو مضمون الرسائل النصية، إنه الأس أم أس عنا عم نعطيه الحركة، مين بعت أس أم أس لمين، عم تنعطى الحركة، مين خاطب مين، بس بدهم النص الحرفي تبع النيرون في حال شك بأي طرف معين، لحتى كمان تضيعوا التحقيق. إذا شكيتوا بعشر أشخاص اطلبوا 100,000، مثل ما صار بالتحقيق الدولي، كان بدهم 12 شخص طلبوا 1000. تماما، هيدا عم نجي نقول إنه هيدا الموضوع خلي يكون ضمن هالإطار، أما إنه كل شيء صفي مباح والإيميلز كلها مباحة والباسورد كلها تبع الكلمات الدخول لأي للإيميلز ولكل شيء تصفي مباحة، بعتقد هيدا ما في حدا بلد بالعالم بيقبل فيه، والحرية مصانة بالدستور، مش يعني خلينا نعمل لك عن تعديل دستوري بالموضوع، وفي عنا قانون، نحن قانون متابعة المكالمات الهاتفية موجود هالقانون عم نتبعه، في لجنة قضائية عم تنظر. اللجنة القضائية ليش اجت لعنا على مجلس وزراء؟ اجت لعن اللجنة القضائية قال استحالة اعطيك الهدول، هيدا يتعارض مع احكام الدستور، فبالتالي نحن قلنا لا بتعطوا، ولكن مثل ما بيقولوا حماية اللبنانيين اهم بفتكر من غير شيء. يعني لو اللواء وسام الحسن التفجير تأخر نص ساعة كانت راحت باصات المدارس، قلت الرئيس حتى يعني نقطة صغيرة، إذا عطينا من هلأ من 6 أشهر لهلأ أو من شهرين الماضيين النصوص تبع كل الأس أم أس تبع كل الرسائل النصية بينحموا بساعتها بيكون الأمن مستتب 100% وما بقى في عنا مشكلة. ما بعرف هن لا أنا لا عم نسأل انه بده يصير هالشيء مباح انه ينقرأ وكل شيء بصفي مكشوف للكل، لا في حدود، في شيء شك بحنان حتى بتكون تحطوه تحت الرقابة، مستعدين نحطوه تحت الرقابة. نعم، إذا بتسمح رح نحكي عن وضع الحكومة وما قلته أمس أيضا أو من يومين في طرابلس، أنك أيضا تريد حكومة توافق وطني. نسمع ماذا قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة. لا لحكومة تعمل على تغطية الجريمة، نعم لحكومة إنقاذية محايدة برئيسها وأعضائها يطمئن إليها اللبنانيون، حكومة تحمي اللبنانيين جميع اللبنانيين، حكومة تعبر باللبنانيين جميعا إلى مرحلة جديدة. دولة الرئيس، ما في كتير فرق بين كلام الرئيس السنيورة في تشييع اللواء وسام الحسن وما قلته أمس عن الحكومة. الحقيقة أنا من أول يوم عم بقول نحن في واقع معين بلبنان، إذا الثمن تدفعه الحكومة ما عندي أي مانع، ولا أنا متمسك بأي منصب. وقلت دغري كمان يوم بالمؤتمر الصحافي اللي عملته بعد اغتيال الشهيد الصديق وسام الحسن، فهالموضوع بالنسبة لي الحكومة مش هي الهدف، الهدف هو الواقع بالبلد. نحن استقالة الحكومة لوين رايحين؟ أنا بلت المنصب رأس الحكومة على عندي اجتهاد أنه أنا مشان جنب البلد مزيد من المشاكل ومزيد من السجلات ومزيد من الوضع السياسي اللي نحن نزلين فيه والواقع السياسي الحقيقة اللي بتعرفيه بكل المنطقة. هيدا هو سبب اليوم نتفق. هلأ بيقولوا هالشي ما قالوا كان سابقا، هذا الكلام اللي عم بيحكيه نجيب مئاتي مش دستوري. طيب لكن المطالبة باستقالة الحكومة دستورية وهي بإيدها اليوم حتى الآن الأكثرية، عم تيجي أنت تقولي لأكثرية موجودة بحكومة استقيلي
وبدنا نعمل حكومه جديده وانت ما فيها. لا انا ما عم بشارك مش انت، انا عم بقول ولا هنيك شو بدنا فيه اليوم وقت انت بتقول انك انت مع تغيير الحكومه. ليش ما بتستنى؟ انا مع حكومه استثنائيه نعم بهذا الظرف الاستثنائي، ولكن انا اليوم الاستقالة اترك البلد بالفراغ مش واردة، وانا شايف انه بعد فترة صغيرة عنا جاي موسم الانتخابات، فبالتالي حيكون عنا مشكل اخر للانتخابات. اليوم هالحكومة موجودة احسن من بلا حكومة. استقالتك يمكن دولة الرئيس بتخلي الفرقاء يقعدوا على الطاولة ويفكروا بحكومة توافقية طالما انت موجود. ما رح يصير نقول يقعدوا على الطاولة، يتفضلوا يقعدوا، ما بنحكي عن حكومة، يحكوا لحتى نحكي قانون انتخابات. قانون انتخابات بده وفاق سياسي، مادام اتفقنا على قانون انتخابات كلياتنا تلقائيا الحكومة بتستقيل لنعمل حكومة انتخابات. انا بسميتها حكومة استثنائية من اشخاص غير مرشحين للانتخابات. ما مش عم اقول حيدية، عم اقول حكومة بتكون مهمتها الاشراف على الانتخابات من جميع ان لا يكونوا مرشحين للانتخابات ان نجي نعمل هذه الحكومة. ما في مانع، بس قولي لي استقيل مين بيضمن تعمل الحكومة ولوين رايحين بعد الانتخابات؟ عم بيجي يقول تعال نعمل خارطة الطريق، كلها تكون خارطة طريق كلها كاملة متكاملة، لانه انا بهمني يبقى الاستقرار بالبلد. اما انه اليوم هي الحكومة مأمنة الاستقرار بالبلد؟ نسبيا حتما مأمنة الاستقرار. وين؟ نسبيا انا مش عم بحكي بطولات، تخيل ما في ما في ما في هالحكومة او في اي شيء تاني كنا شفنا الفوضى اللي صارت بالبلد. اليوم صارت حوادث طرابلس، مزبوط حوادث سيئة جدا، واكثر واحد تأثر فيها هو انا، بس الحكومة كان عندها قرارات وكانت موجودة وعملت تغطية سياسية للجيش اللبناني لحتى قدر فات وعمل. نحن كل يوم عنا عم يفوت آلاف النازحين من سوريا. خلينا نشوف كيف كانت بتكون هالأمر ممسوك بشكل عام. عم تصير أي حادثة ضمن كل هالأجواء الموجودين نحن فيها بالمنطقة، بكل الشغب او كل شيء عم بيصير بلبنان عم يضاين اكثر من 48 ساعه. لا بس دولة الرئيس عم بيقتلوا بعضهم على سيلولار الناس على موبايل، يعني الامن منه مستتب في البلد. بس يعني انا عم بحكي على الكبير وعلى الفوضى الشامله اللي كل الناس كانت بتوقعتها. اليوم ناخذ من صيدا لطرابلس للضاحيه لاي شيء اخذ 48 ساعه لما تعالج، اذا ما في حكومه كيف بده يتعالج؟ مين بس حكومة تصريف أعمال فيها تعالج هالشيء؟ ما بعتقد فيها تعالج حكومة تصريف أعمال، ولا فيه يجتمع مجلس وزراء ولا فيه يأخذ قرار مجلس وزراء. ونحن اليوم عم نكون موجودين وعم نتابع كل أمر بكل جدية. مشكلتنا أنه نحن مش إعلام وضجيج وبطولات. لا. نحن عم نشتغل بهدوء وعم نشتغل مثل بيض ضميرنا. نحن بتقولي مبسوط، بقولك أنا حتما طموحي أكثر بكتير، حتما طموحي بس أني أنا أكون موجود على مرمى ورد الضربات. أنا حابب أني سجل الأشياء المنيحة للدولة اللبنانية. هو في اجتهاد بيقول أنه تصريف الأعمال فيهم يعملوا كتير أمور. رئيس سنيورة وقت كان تصريف أعمال أخذ قرارات كبيرة كرئيس حكومي. بس أتسمع خلينا نتوقف لحظات ونحكي عن موضوع طرابلس. نعود إلى استوديو بيروت والحلقة من السرايا الحكومة مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي. دولة الرئيس أنت من طرابلس، هذه الحكومة هي طرابلسية بامتياز، يعني فيها وزراء من طرابلس يمكن أكثر من أي حكومة ثانية، رئيسة أيضا من طرابلس، بس من أيام قليلة انتهت الجولة 14 من الاشتباكات بين جبل محسن العلوي وباب التباني السني. أنا بعتذر أحكي هيك بس لنكون واضحين بهيدا الموضوع. ليش تأخر الجيش للانتشار الجولة 14 ومتى الجولة 15؟ أولا الجيش تأخر للانتشار لتهيئ الألوي لحتى تدخل، وأخذ التوجه الكامل من مجلس الأعلى للدفاع صباح نهار الأحد. فبالتالي الواقع أنت بالسؤال اللي عم نقول انه بين العلويين والسنة، فنحن موجودين بأي شعاع بالمنطقة. نحن شايفين شو عم بيصير عند الجارة سوريا، وهو شايفين كيف عم يتحول الصراع هناك، وبطرابلس هي الوجود السني والعلوي، السني الفاعل فيها، وجود علوي موجود المحل تقريبا الوحيد بلبنان هي وجزء من عكار فيها علوي.
فبالتالي هالشي لابد ما أنه ينعكس على طرابلس ولابد ما أنه ينعكس على الوضع الأمني بطرابلس أمام هذا التشنج والتعبئة اللي عم تصير عند الطرفين. لابد من الحكومة أن تهتم بهذا الموضوع قبل أن يحصل. المهم الحكومة أن تهتم بهذا الموضوع قبل أن يحصل، والحكومة عم تجرب تعالج كل مرة، ولكن الوضع كمان إضافة لهالوضع اللي موجود، هذا الموضوع صار من سنة 79، هذا الموضوع في موضوع واقع بين 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 جبل محسن وبيت تبينة بين العلوية والسني في طرابلس، ناتج عن الوجود السوري في لبنان والحوادث اللي صارت في طرابلس، وكل يتبعد في نوع من حقد عند الطرفين للطرف الآخر، عند كل طرف للطرف الآخر. الحكومة عم تجرب وسعينا مرات عديدة ان نقوم بالمصالحات، ولكن كل ما نقوم بالمصالحات مثل عنا هلأ عم نقوم بالمصالحة وصار الوضع بسوريا. ولكن سألتي امتى الدولة 15؟ بقول لك ما في حل الا ما نقعد كلنا سوا ونحكي كلنا سوا ونتصافى كلياتنا جزء من هالمجتمع. واضح رفعت عيد انه ما بيسلم هلأ سلاح، نقعد ونتصافى كلنا سوا. عم نحكي على صعيد طرابلس، اذا تصفينا السني والعلويين اللي هن جزء اساسي من المجتمع الطرابلسي، والسني هن بعتقد اكيد مرحبين ومستعدين نحكي بهذا الموضوع ضمن ما يصير في لا غدر ولا قصف ولا مناطق تقصف، وهل يعني هالشيء شغله صغيره عم تولد امور اكبر. هو السبب بيجي بقول انه ما في عندنا غير الحوار غير القعده سوا، ان كان على صعيد طرابلس وان كان على صعيد لبنان. جريده الاخبار نقلت عن لسانك انه قلت لو ما دخل الجيش كان صار في اعلان لاماره خارج الدوله اللبنانيه، هل هو الوضع هيك بطرابلس؟ اماره او اي شيء، نحن موقفنا لا دويلة هون، لا دويلة مسلحة ولا إمارة هون، هدفنا ودائما رهاننا هو الجيش اللبناني، ورهاننا دائما هو الدولة. كانت طرابلس هي الدولة، هي الدولة في عناصر مسلحة، انه كل واحد صار مسلح عم بيخمن انه دولة. مين عم بيسلحهم؟ في تقارير مشكلة مين عم بيسلحهم، ما بدي ادخل فيها على الاعلام مين عم بيسلحهم، بس حتما في سلاح عم بيفوت، وسلاح اللي عم بيفوت سلاح غزير على 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 كل على كل كل المناطق. قلت رئيسي ناس بيقولوا انه ناس لك كمان موجودين مع المسلحين، يعني مثلا سعد المصري اذا ما بعرف اذا فينا نشوف صورته، طبيعي انه موجود معه، موجود بطرابلس من فتره طويله من عشرات السنوات عم قوم بعمل اجتماعي، وانا عندي سعد وغير سعد في مناطق باب التبانه اللي عم ساعدهم اجتماعيا، مش معناتها اذا عم ساعدهم اجتماعيا وصحيا وتربويا لاولادهم ولعيالهم يعني معناتها هو وغيره، مش معناتها انه انا اللي عم سلحه. وهذا الموضوع ما انا كل اللي بيعرف القاصي والداني انه لا بايدي دم ولا بتعاطى بالدم، وانا ارفض تماما اي واحد بيكون يبني وجوده على حساب الدوله اللبنانيه وعلى حساب الامن باللبنان. قلت لي شو صار بقصه جثث الشباب اللي قتلوا في تل كلاخ؟ استلمنا 3 جثث، بعد باقي الجثث الباقي عم بيقولوا انه في مشكله من التعرف على بعض الجثث، وبالتالي حتى في شقيقين راحوا شافوا جثه لخيهم، شقيق قال هيدا خيي، شقيق قال لا مش خيي. بقى عم نشوف هلا كيف نوصل على الدي ان اي لحتى يجوا كلياتهم دفعه واحده فيما بعد. وهذا رح يكون قنبله موقوته لمدينه طرابلس؟ بعتقد يعني؟ ان شاء الله لا، بوجود الامن والوعي. نعم. الوعي الحقيقه اللي عم شوفه عند الاهالي، وانا حكيت مع 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 بعض الاهالي للشهداء اللي راحوا، حقيقه الوعي وعي وعي كثير كبير، ووعيين للخطر المرحله، وهذا القدر وقبلوا بالشهاده. والمخطوفين اللبنانيين بمنطقه اعزاز ايضا في سوريا، شو عندنا يعني ملف عليها؟ بنعرف شيء عنها؟ في بنعرف كثير اشياء عنها، شو بنعرف؟ وان شاء الله قريبا، ان شاء الله قريبا قريبا، ان شاء الله قريبا جدا. يعني قديش؟ قريبا يعني جدا، ما ممكن اقدر اقول ايمتى، بس ان شاء الله قريبا في اخبار جيده. مفتي مالك الشعار امتى رح يرجع على طرابلس؟ انا اتصل فيه ووعد انه خلال الاسبوع القادم برد لي خبر انترنت. مين مهدده؟ ما في معلومات شخصيا مين مهدده، بس قال لي مين الجهاز اللي قال له انه مهدد، وبالتالي طلب منه يغادر افضل. ولكن بنفس الوقت نحن مثل الاشخاص كل اللي عم بيقولوا انه هنا مهددين، حنأمن نقاط عسكريه امام منازلهم وامام بيوتهم وبمواكبتهم. دكتور رئيس، كيف علاقتك بالرئيس بشار الاسد هلا؟ في يعني هالسؤال دائما بنسال عنه. ما في بعلاقه دول، في علاقه شخصيه. اليوم في واقع معين نحن عندنا بلبنان، لبنان اخذ قراره، اول شيء ما في العلاقة لحتى ما تقول عم تهرب. نعم. من السعودية. ثاني شيء، لبنان كان قرار واضح، لبنان لا يتدخل بالشأن السوري، لبنان مع الحل السياسي في سوريا، لانه شبعنا قتال وشبعنا دم
ونحن بحاجة لحل سياسي، حل اقتصادي، حل تربوي، حل اجتماعي بالمنطقة وفي سوريا بالذات. شغلة ثالثة، نحن كل الدول العالم عارفة وحتى الدول العربية الصديقة والشقيقة أدركت أنه النائب النفسي هي سياسة صحيحة وحتى صارت عم تقبل فيها بهالموضوع. نحن ماشي لأمر الموضوع، نحن 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 هيدا مش كثير شايفين نائب النفس بالشعب اللبناني والمجموعات السياسية حقيقة. طب يعني نحن أخذنا النائب النفس كموقف دولي، بس نحن مش قادرين نحمل العصا ورا كل واحد، ما نحن جزء من النائب النفس. ليش أخذناه؟ لأنه المجتمع اللبناني منقسم، وبالتالي إذا نحن كدولة أخذنا طرف من طرف هالمجتمع اللبناني، يعني زدنا بالقسمة وأخذنا طرف، فنحن مش عارفين انه الشعب منقسم، ناس مع النظام، ناس مع الثورة، ناس مع الجيش. طيب دكتور رئيس، اذا سقط الرئيس الاسد قريبا شو بيصير بلبنان وبالحكومة اللبنانية وبكل التركيبة الموجودة؟ وقت نكون اللبنانية متفقين مع بعضنا البعض، نحن اليوم باشد الحاجة نحط ايدينا بايدين بعض لحتى نمنع من اي ريح يدخل بيناتنا. فنحن مش متفقين. انا ما شايف بيكون في التغيير، بأي تغيير بسوريا. نحن قاعدين بانتظار، ولكن مش هالتغيير الكبير. نحن في عنا واقع لبناني، الواقع اللبناني هو بيحكم على السياسة بلبنان، والواقع اللبناني السياسي والديموغرافي والاجتماعي وكليته هو بيحكم على أي شيء بلبنان. مش طرف معين إذا تغير أو وجد، ما بعتقد في أي تغيير. دكتور رئيس، إذا صار في انتخابات نيابية، في انتخابات نيابية؟ نحن أنا يعني إذا بتراجعي تصريحي قلت كائن من يكون رئيس وزارة فعليه أن بالوقت المحدد قبل نهاية شهر حزيران لازم تصير انتخابات بلبنان، لأنه أنا بعتقد هذا الموعد موعد دستوري. فبالتالي ونحن حتى معالي وزير الداخلية رفع مشروع صحيح مشروع دولتك مرشح؟ أنا قلت عدة مرات طبيعي مش عم اشتغل بالعمل السياسي ومرشح أكيد. ليه يعني ليش سبب لحتى ما اترشح؟ بس اذا بده يجي حكومه بعد القانون الانتخابي، حكومه حياديه مشان تعمل الانتخابات مثل ما صار بال 2005 وقت حضرتك شت رئيس حكومه، مين بترشح رئيس حكومه؟ اول شيء بخصوصي انا، اذا عم نوصل بهالسؤال لاسال اذا انا برشح، انا بحياتي ما بتطلع بالسياسه من اللي انا، اذا انا بدي كون او انا بدي كون او اذا الحل انا بدي اعمله، المهم الاستقرار في البلد وان تبقى البلد هادي ومستقر، ونقطع هذه المرحلة الصعبة اللي نحن موجودين فيها ببركان كتير كبير. وبالتالي قد ما فينا، من كائن من يكون، ليس هذا هو الموضوع. مين بيجي رئيس وزارة، من يتفق عليها اللبنانيين، أنا معه 100% ودعم كامل. دكتور رئيس، بعد معنا بس دقيقتين، أنا بس بدي أسألك سؤال اقتصادي. مبارح يعني في ما بدنا نحكي كتير بالموضوع الاقتصادي، بس صحيح أنه إذا سلسلة الرتب والرواتب بتقروها بيصير عندنا سيناريو يوناني في لبنان؟ لكن مما لا شك فيه إنه نحن بوضع اقتصادي صعب اليوم. هالوضع الاقتصادي الصعب مش ناتج من جراء الحكومة ولا شيء، وضع من جراء الوضع في سوريا ومن جراء الفلاتين الأمني والمقداد اللي من وراهن ما إجا سائحة عربي. وين صار؟ مظبوط، ضربنا بهالموضوع، ولكن كيف عالج هالموضوع؟ عالج بدنا نفوت بمعارك، عالجناه بالطريقة اللازمة وكلياته صار بمحله. اليوم عندنا وضع اقتصادي نعم صعب، وهذا الوضع الاقتصادي نحن بشهر حزيران الماضي، بشهر السادس من هذه السنة، صار اجتماع مع هيئة التنسيق النقابية، ونعم أعطيناهم الوعود بما يجب. من وقتها لهلأ الأمور تغيرت كتير. كان عندنا نحن منتظرين متوقع أن تكون نسبة النمو 5%، اليوم نحن متوقع نسبة النمو هذا العام 1.5%. ما بقى في عندنا هامش كبير نقدر نعمل فيه بالاقتصاد لحتى نقدر، لأنه بدنا نسحب مصاري من الاقتصاد تنعطى للعمال. وبالتالي نحن اليوم عندنا إعادة نظر بأن يكون نقدر تحصل هالطبقة الموظفين والأساتذة والضباط والكل على حقه، لأنه الحق صار بحدود 14 سنة ما في سلسلة رتب ورواتب، الحق. وبنفس الوقت كمان أن هذا الشيء لا يضر بالخزينة وأن لا تتدهور الأمور. نحن خايفين من متل اليوناني، اليونان متل قدامنا، كل دول أوروبا عندها مشاكل كلياتها، خلينا نشوف الأردن وكل دول المنطقة في عندها مشاكل. نحن اليوم الحمد لله لهلأ ما عندنا مشكلة، وكل أمور تحت المراقبة وموجودة اقتصاديا وغيرها، ما ممكن نفلتها من إيدنا. إذا أخذنا قرار بغير محله بتفلت الأمور بإيدنا.
أنا قدمت مشروع مجلس وزراء حيث أنا مع مجموعة من الاقتصاديين درسناه لقيت أنه نوعا ما مقبول ويؤدي يعطي للعمال يعطي للموظفين والأساتذة والضباط حقهم وبنفس الوقت لا يضر بالخزينة وبتكون الواردات مجموعة مقبولة ومنيحة. إن شاء الله خير دكتور الرئيس ناجيب ميقاتي. أنا بدي أتشكرك. يعني طلعنا على العربية كنا حابين نحكي أكثر عن الوضع العربي وعن علاقاتنا مع الدول العربية بحلقة تانية إن شاء الله. طيب بحلقة تانية. كيفك أنت والعرب هلأ؟ أنت والسعودية كيف؟ اليوم في مقال بيقول أنه عندك مشكلة مع المملكة العربية السعودية. ما حدا بيطلع من تيابه لو 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 السعودية ولو الدول العربية مثل ما بيقولوا طلعونا من الباب نحن رجعين ليوم من الشباك. لا نحن فينا بدون العرب ولا نقدر نتنفس لبنان ولا لبناني مخلص ممكن ينسى ما أدت فيه السعودية ودول الخليج للبنان طولة الأعوام الماضية. ولكن طبعا مثل ما هي يمكن عندهم عتب أنا عندي عتب لأنه كمان في تقصير لبنان لا يترك. عم تركن هني يجاوبوا. دولة الرئيس شكرا لهذه المقابلة. شكرا للمشاهدين. بوفاء وإلى لقاء الأسبوع المقبل.